يعني 7 جيوش عربية تهزم في 48، نحن بحاجة إلى عدو أعظم بكثير لكي نبرر هذه الهزيمة. ونكسة 67 يعني لا يمكن للعقل العربي أن يستوعب 300 مليون عربي ضد 4 أو 5 مليون عبري، كيف هزمنا؟ فهذا كان بحاجة إلى تبرير قدمته الأنظمة العربية هي ذات اللي خسرت الحرب. بلس موضوع الاختزال، يعني بدل ما أنا أطلع بالمجتمع العربي ما هي أزمة العقل العربي، ما هي مش كيف وصلنا إلى هنا، لا أختزل الموضوع كله في عدو واحد ذو تسمية واحدة والغموض، وألعب على الغموض، يعني محاولة لتبرير الواقع دون فعلا لمس الجرح. مختلف عليه مع إبراهيم عيسى.